عرف نفسك. اشرف القلعاوي ائتلاف السكر المستقلين. احنا كنا يعني اللي حصل ده نتيجه ان اسرائيل تمادت في قتل الجنود على الحدود المصريه كذا مره ايام النظام الفاسد، قتلت مره واثنين وثلاثه واربعه، واحنا سمعنا واعتذروا، لكن المره دي احنا مش هنسامح في حق الجنود بتاعتنا، لان الجندي المصري عندنا ب 100 جندي اسرائيلي، واحنا مش هنسامح المره دي في حق اي جندي مصري. اذا كنا احنا بنختلف داخليا في احزاب او ائتلافات او كده، لكن اللحظه دي كلنا على قلب رجل واحد، وكلنا رجل واحد، حتى لو مطالبنا مع المجلس او مع الاحزاب، فكلنا اليوم رجل واحد، وكلنا مجتمعين على راي واحد انها لابد من اجراء تحقيق عاجل وفوري في الذين قتلوا الجنود المصريين، ولا بد من طرد السفير الاسرائيلي من داخل مصر حتى يتسنى لهم ان هذه المره لن تعدي، وسوف نطال اي جندي اسرائيلي على الحدود سوف يراق دمه بسبب ما عملته اسرائيل هذه المره. واحنا الجندي المصري بتاعنا قلتها وهظل اقولها ان ب 100 جندي اسرائيلي، وبقول يا ريت المجلس يتخذ قرار حاسم وعاجل، لان احنا مش هنسامح في اي مساس بالجندي المصري مره ثانيه. وشكرا.